النور المستشار ومستشار قائد قوات الدعم السريع يحدثنا عبر الهاتف من الخرطوم. أهلا بك سيد النور. هل تم التنسيق بشكل مباشر مع قوات الدعم السريع بشأن عمليات الإجلاء التي تحدث تباعا منذ الصباح؟ مرحبا بكم ومرحبا بالمشاهدين جميعا. نعم، هنالك تنسيق كامل في عملية إجلاء الرعاية الدوليين وفي عملية الهدنة للتخفيف عن المواطنين السودانيين. لكن الجيش السوداني من مختلف من منطلق مختلف بياناته يقول بأنه يسيطر على المسألة، العملية تتم بطائرته العسكرية. إذا تم التنسيق معكم في قيادة قوات الدعم السريع، ما دوركم في هذه العمليات؟ نحن لنا دور أساسي لأننا نسيطر على المراكز الحيوية في الخرطوم ونسيطر على عدد كبير من المطارات الولائية، نسيطر على مخارج ولاية الخرطوم. وأنا هنا لا أنفي أن التنسيق ليس معنا فقط، الطرف الآخر أيضا يمكن أن ينسق معه، يعني هذه الدول تريد أن تضمن سلامة مواطنيها، فالتنسيق مع الطرفين، لكن لنا دور رئيسي وأساسي في هذه العملية. أبديتم في السابق رغبة في فتح المطارات، إن طلب منكم ذلك لتسيير عمليات الإجلاء هذه، ما جديد هذا؟ نعم، هنالك خطوات حتى حيفصح عنها الأيام القادمة، هنالك تنسيق متكامل في عملية إجلاء الرعاية وضمان سلامتهم، وفي المقام الأول التنسيق الذي ننشده لضمان سلامة المواطن السوداني. نحن أكثر من مرة أعلننا عن الهدنة، خصوصا في أول يوم للعيد أعلننا عن هدنة 72 ساعة لنضمن سلامة مواطنينا ولنخفف عنهم في هذه الظروف الصعبة، على الأقل العيد يكون آمن إذا لم نستطع أن نجعله يعني فرحا، العيد مظاهره الفرح، ولكن على الأقل يكون آمن ويستطيع أن يخرج لجلب المؤن والكهرباء. ولكن للأسف خروجات الطرف الآخر أدت إلى ما أدت إليه. وإن كان الطرف الآخر يوجه لكم الاتهام بخرق الهدن، هدن كثيرة أعلنت ولكن تم خرقها، لكن مع ذلك لا تزال هنالك ضغوط دولية لأن تكون هنالك هدنة ولو طويلة الأمد. هل جرى التواصل معكم في هذا الباب وماذا كان موقفكم؟ نحن دائما موقفنا واضح جدا، نحن هذه المعركة فرضت علينا، نحن مع أي مفاوضات بشرط واحد فقط، أن تؤدي هذه المفاوضات إلى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية وانسحاب المكون العسكري بالكامل بما فيه نحن من العملية السياسية، وترك ذلك للمدنيين لكي يديروا الفترة الانتقالية. تتخوف جهات داخل السودان من أن إجلاء الرعاية الأجانب يجعل طرفي النزاع، في إشارة لكم في الدعم السريع وفي القوات المسلحة السودانية، بالاستفراد بالمواطنين السودانيين، هل ترى مبرر لهذه المخاوف؟ نحن لا نستفرد بالمواطنين السودانيين، نحن خضنا هذه المعركة وقدمنا ضحايا وقدمنا دماء كثيرة من أجل أن هدفنا واحد ليس السلطة، من أجل أن نتخلى عن السلطة يا أخي الكريم. يعني نحن هدفنا كان قبل العملية بخمسة أيام فقط كنا على وشك أن نوقع اتفاق نسلم فيه السلطة، ولكن أذناب النظام السابق هم من أدخلونا في أتون هذه الحرب، لأنهم شعروا بأنهم يعني توقيع الاتفاق واستلام المدنيين للناي سوف يأتي على آخر أحلامهم بالعودة إلى السلطة. فنحن لكنكم طرف في هذه الحرب سيد النور، أنتم طرف في هذه الحرب التي أنتم طرف في هذه الحرب التي يجد فيها المواطن السوداني صعوبة حتى في دفن ضحية من ضحاياه. يا سيدي نحن طرف لأننا نحن شوكة حوت في
أعناق ورقاب كل الدكتاتوريين. هذه المعركة هي معركة بين معسكر التحول الديمقراطي ومن يريدون أن ينجزوا ثورة ديسمبر، وبين من يريدون أن يعودوا بنا إلى قياهب الدكتاتورية. هذا هو سر المعركة. هل لكم تواصل مع القوى المدنية في إطار مبادرات تقود نحو التهدئة؟ أكيد نحن تواصلنا موجود مع القوى المدنية ومع القوى الدولية ومع كل الحلف الذي يتحالف من أجل إحقاق الحرية والعدالة في السودان، ونحن متجاوبين مع كل الهدن، سواء الهدن التي تغذي الجانب الإنساني أو الهدنة التي تفضي. بس شرطنا الوحيد الذي أكرره وأقوله لك الآن مرة أخرى هو أن يمضي هذا الأمر إلى تحول ديمقراطي. كيف؟ نقطة أخرى مهمة جدا أخي الكريم، نقطة أخرى، ما هو مقترحكم؟ كيف؟ نحن نعم، كيف يتم الانتقال إلى حكم مدني في ظل صراع مسلح؟ نحن الآن مستعدين للتوقف في حالة إغرار بضمانات دولية أن يتم تسليم هذه السلطة لمدنيين. والحاجة النقطة المهمة التي أريد أن أكررها، نحن لا نطرح نفسنا بديل للقوات المسلحة. القوات المسلحة هي الأساس، ولكن هنالك قلة سيطرت على مركز القرار فيها. نحن نريد أن نعمل إصلاح في الجيش، وكلنا نرتب ترتيبات لدمج كل القوات لتكوين جيش قومي يعبر عن السودانيين، يحمي الدستور، يحمي التحول المدني، يحمي السلطة الانتقالية، يحمي تطلعات الشعب. هذا هو نحن لا نطرح نفسنا كبديل، نحن نطرح نفسنا كقوة مستعدة أن تضحي من أجل أن تبلغ ثورة ديسمبر أهدافها النهائية. لا تزال هنالك اشتباكات في محيط القصر الجمهوري وأيضا في مقر القيادة العامة، ما هو هدفكم من السيطرة على هذه المقرات؟ هذه مراكز حيوية واستراتيجية، والسيطرة عليها يعطينا تقدم على الأرض. ما الذي يعوقكم على ذلك؟ ماذا تقول؟ معليش، ما الذي يعيقكم في ذلك؟ ما الذي يعيقكم في السيطرة على هذه المراكز؟ نحن الآن متقدمين، نحن الآن مسيطرين أخي الكريم، ولك أن تشاهد ذلك في تصريحات المتناقضة للطرف الثاني، ولك أن تشاهد ذلك في تصريحات السوشيال ميديا. اليوم كل السوشيال ميديا الترند الآن، كل الناس مصدومة لأن هنالك حرب نفسية أطلقها الطرف الآخر، لأنه استطاع تنظيف العاصمة من قواتنا، وأنه انتصر، وأنه وأنه وأنه، وكل المواطنين الآن الذين يحاولون الخروج في طرقات الخرطوم أو الخروج خارج الخرطوم يشهدون أنهم يجدون ارتكازات لقوات الدعم السريع، ويتساءلون أين الجيش أو أين الطرف الآخر. فهنالك من يلعبون في يديرون معركة نفسية في افتراضية في السوشيال ميديا، يظنون أنهم منتصرون، وهنالك واقع على الأرض سوف يتكشف كل يوم، هو يتكشف طيب إذا ما هي أبرز المناطق والمقرات في الخرطوم التي تسيطرون عليها سيد فارس؟ يا سيدي، حتى رئيس مجلس الإدارة السيادة مشكور امبارح في لقائه مع احدى القنوات قال ان مشكلته ان قوات الدعم السريع تنتشر في كل مكان وتسيطر على المراكز الحيويه. هذا تقرير ميداني انا اقدمه لك على لسان السيد رئيس مجلس السياده. شكرا جزيلا لك فارس النور، مستشار قائد قوات الدعم السريع، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمه السودانيه الخرطوم.